نعم، الخرطوم رحبت وجوبا أيضا شبه محتفية بما جاء من قرار لمجلس الأمن الدولي بضرورة الوصول إلى وقف العدائيات ومعاودة المفاوضات. كيف تفسر المشهدين؟ هي معركة قادمة أخرى بين حكومة السودان وجنوب السودان في إطار كسب المجتمع الدولي ومحاولة وقف تهديداته بفرض عقوبات، لأن هنالك زيارة لسلفاكير إلى الصين وقد سبقه الرئيس البشير إلى هناك. نعلم أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو موقف مساند لحكومة جنوب السودان، بينما يسعى السودان إلى كسب ود الصين وروسيا. لكن القرار الأخير من مجلس الأمن الدولي يعطي انطباع بأن هنالك آلة تحرك هذا المجتمع الدولي كلما كسبت الخرطوم ميدان المعارك العسكرية. والآن الرئيس البشير يعطي بشارة فعل بأنه سيصلي الجمعة القادمة في كاودة كهزيمة أخيرة للحركة الشعبية في قطاع الشمال ومحاولة إنهاء الوجود العسكري داخل دولة السودان المدعوم من قبل جنوب. هذه الإشارات تعطي بعد آخر مهم جدا، وهو أن الدور الإقليمي للاتحاد الأفريقي الآن يتضاءل مقابل هذه الضغوط الدولية التي تمارس. نعم أستاذ طلال، الخرطوم أيضا ما زالت مصرة على أن الملف الأمني هو من الضرورة بمكان. ما الذي تعنيه الخرطوم من الملف الأمني بالتفصيل؟ طبعا فاتورة الحرب هي مرهقة جدا للاقتصاد سواء كان السوداني أو في جنوب السودان، لذلك حسم هذا الملف يعطي بارقة أمل لحل كثير من الملفات الأخرى. الآن كل آلة الصرف نحو الحرب هي تكلف الآن جوبا أكثر من 98 من موارد الموازنة العامة. الآن الخرطوم كذلك كانت تفقد بعض الشيء، لكن بدء استئناف ضخ النفط من هجليج ربما إلى حد ما يقلل من دفع هذه الفاتورة. لكن على كل حال هي فاتورة مكلفة وباهظة، لذلك هذا الحسم للملفات الأمنية هو مهم جدا لتغوية الجانب الاقتصادي لكلتا الدولتين، ثم من بعد ذلك الانطلاق نحو حل مشكلة أبيي وترسيم الحدود والديون الخارجية وكيفية عبور نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية. نعم أستاذ طلال، معروف أن الملف الأمني يشهد تعقيدات كبيرة جدا، خاصة وأن الحركة الشعبية قطاع الشمال ما زالت هي موجودة في جنوب السودان، وربما هذا هو الذي يعقد هذا الملف. لكن إلى أي درجة يمكن أن نقول أننا أمام مرحلة جديدة من المراوغة بين الدولتين وعدم الثقة، طالما أننا سمعنا قبل قليل وزير الإعلام بجنوب السودان يتهم الخرطوم ويقول أنها ما زالت تقصف مناطقنا، ونعلم أن الخرطوم تلاحق المتمردين الذين تأويهم حكومة جنوب السودان؟ الخرطوم الآن تمتلك زمام المبادرة العسكرية، بمعنى أنها استطاعت أن تسترد مدينة هجليج والآن تضع يدها على مدينة أبيي الغنية بالنفط، ويحاول جنوب السودان لاستردادها ولكنه فشل. الأمر الآخر أن الجيش السوداني الآن يطارد قوات الحركة الشعبية المدعومة من قبل جنوب السودان في النيل الأزرق وجنوب كردفان، تم تحرير مدينة باو وكذلك انتصارات في الكرمك، والآن تتجه الأنظار صوب كاودة. كل ذلك يعطي مؤشر إلى أن المجتمع الدولي يريد أن يتدخل لصالح حكومة جنوب السودان التي انهزمت على المستوى العسكري. الآن الخرطوم تملك زمام المبادرة، بهذا هي تمتلك كرت تفاوض قوي جدا. هذا الأمر سيجعل من الخرطوم أن تكسب على مستوى التفاوض، لكن هنالك لغة والسقف ارتفع جدا لدى الخرطوم بعد أعلن الرئيس البشير أنه لن يمر نفط جنوب السودان عبر السودان، ثم بعد ذلك أعلن وقف التفاوض لأنه يريد حل كل هذه المشاكل الأمنية. نعم. الآن جوبا تريد أن تستغوي بهذا بالمجتمع الدولي وتريد أن تدخل بالإيجاد مرة أخرى، ونحن نعلم أن اتفاقية السلام الشامل جاءت عبر هذه المنظمة، من بعدها الشركاء الإيغاد وأصدقاء الإيغاد الذين يضمون من بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج وفرنسا وكل هذه الدول الآن. نعم. لذلك الآن تغير الملعب التفاوض، أصبحت الخرطوم تمتلك كروت ضغط وكروت ضغط قوية جدا، منها السياسي والاقتصادي والعسكري. نعم أستاذ طلال، لماذا لا تتحدث جوبا عن الملف الأمني، وما هو يعني سر الارتباط بين الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية قطاع الشمال مع جوبا؟
الحركة الشعبية إن فقدت هذه الكروت العسكرية في مواجهة الخرطوم هي بالطبع ستكون غلغة جدا للمستقبل القادم، بمعنى أنها إذا لم تدعم عبد العزيز الحلو ولم تدعم مالك عقار ولم تدعم حركات دارفور التي يتواجد قياداتها في جوبا، كل ذلك سيسحب البساط من جوبا أن تلعب أي دور مستقبلي في السودان. هي الآن دولة وليدة ولديها سياساتها المرتبطة بالخارج ولديها بعض الأجندة التي لا بد من تنفيذها في مقابل استمرار هذه الدولة الوليدة، لأنها تعاني كثيرا وتريد أن تكسب ود بعض الدول الغربية ذات النفوذ. هذه الدولة لديها أيضا ارتباطات بدولة إسرائيل على الرغم من اختلاف الناس أو اتفاقهم مع هذا المنحة، لكن هنالك ملف قادم وهو خطر جدا، ملف المياه في القرن الأفريقي. دولة جنوب السودان الآن تلعب دور محوري وبارز جدا في مقابل امتداد علاقاتها مع إسرائيل. كل هذه تقاطعات بالإضافة إلى صراع المصالح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في محاولة لكسب النفط في هذا القرن الأفريقي يعطي كذلك بعد آخر لشكل العلاقة ما بين السودان وجنوب السودان في ظل كل هذه التعقيدات الداخلية والخارجية. نعم، الصحفي والمحلل السياسي طلال إسماعيل متحدثا إلينا عبر